أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه، وما زلنا في كتاب الحلال والحرام من ربع العادات، وقد وصلنا فيه إلى الباب السابع في المسائل المتفرقة التي يكثر السؤال عنها، وقد سئل عنها رحمه الله تعالى الشيخ أبو حامد فأجاب. ووقفنا عند مسألة سئل عن مال أوصي به للصوفية، فمن الذي يجوز أن يصرف إليه؟ ليه؟ لأن الوصية طبعا بتأخذ حكم الموصى به والموصى له، فلابد أن يتحقق الوصف في الموصى له. فهنا أوصى للصوفية، طبعا هو قال الصوفية أو التصوف أمر باطني لا يطلع عليه. ليه؟ لأنه مقام الإحسان، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. قال ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته، بل هناك أمور ظاهرة هي التي يعول عليها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال والضابط الكلي أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية، الخانقاه اللي هي الخلوة أو خلاوة الصوفية، يعني في العصور إلى العصور القديمة والعصور القريبة كان هناك مكان اسمه الخانقاه، يسموه الخنكة يعني. فبعض الناس يفهم أن الخنكة دي يعني مكان المجانين. لا، الخانقاه دي خلوة الصوفية، يعني زي الصفة التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي بتجمع العباد على صفة معينة، وهم الذين يعني يتجردون عن الأسباب ويتعبدون، يعني يتفرغون للعبادة والعلم والجهاد في سبيل الله. فقال أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكرا عندهم، فهو داخل في غمارهم، يعني معدود منهم. قال لكن التفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات: الصلاح، يعني يكون ظاهر الصلاح، والفقر، يعني يكون فقيرا لا غنيا، وزي الصوفية، يعني زمان الصوفية كانوا يلبسون الخرقة، الخرقة دي ثياب معينة، كان الشيخ شيخ الطريقة يلبس المريد هذه الخرقة ويعرف بها،
يعني قد تكون مرقعة وقد تكون غير مرقعة، لكنها معروف أنها من ثياب الصوفية. وألا يكون مشتغلا بحرفة، يعني هو متجرد عن الأسباب، هذه معنى إيه؟ ألا يكون مشتغلا بحرفة. قال وأن يكون مخالطا لهم، يعني ملازم للخانقاء، مساكنا لهم، أن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة في الخانقاء، يعني هو ساكن في معهم في هذه الخلوة. ثم بعض هذه الصفات مما يوجب زوال الاسم، وبعضها ينجبر بالبعض، يعني في بعض الصفات إذا زال الوصف، يعني إذا زالت الصفة دي زال وصف الصوفي عنهم. قال فالفسق مثلا ضد الصلاح، فلو ظهر عليه الفسق يبقى لا يدخل في الصوفية، لأن أول شرط عندهم الصلاح. لو واحد مثلا تارك صلاة وانضم يريد أن يسكن معهم ويدخل فيهم، يبقى لا يستحق من هذه الصدقة اللي هي الموقوفة عليهم. ليه؟ لأنه فاسق، وهو أول شرط عندهم الصلاح. فالفسق يمنع الاستحقاق، قال لأن الصوفية بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة. قال فالذي يظهر فسقه وإن كان على زيهم، يعني يلبس لباس الصوفية ولكنه مثلا تارك الصلاة أو يعق والديه أو يتسول ويأكل الحرام، يبقى زال عنه هذا الوصف. حتى وإن كان لابسا الزي الصوفي، فالذي يظهر فسقه وإن كان على زيهم لا يستحق ما أوصي به للصوفية. قال ولسنا نعتبر فيه الصغائر، طبعا الصغائر دي يعني مرتكبها لا يعد فاسقا، إنما هنا المراد بالفسق ارتكاب الكبائر، لأن الصغائر لا يخلو منها أحد، كما قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال في يعني الذين يعملون الصالحات هناك إيه؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم اللي هي إيه؟ الصغائر. فالصغائر لا تخرج عن الوصف. قال وأما الحرفة والاشتغال بالكسب يمنع هذا الاستحقاق، اللي هو نقول عليه إحنا المتسبب الذي يأخذ بالأسباب ويحترف لا يأخذ من وقف الصوفية أو وصية الصوفية. قال فالدهقان اللي هو يعني عنده محل أو عنده تجارة يسموه الدهقان، فالدهقان والعامل اللي هو الأجير يعني، والتاجر والصانع في حانوته أو داره، والأجير الذي يخدم بالأجرة، كل هؤلاء طبعا متسببون لا يستحقون ما أوصي به للصوفية، لأنه هنا الصوفي المراد به المتجرد للعبادة والعلم والجهاد في سبيل الله. قال ولا ينجبر هذا بالزي والمخالطة، يعني مجرد الجلوس معهم ومجرد لبس الزي لكنه محترف أو تاجر أو صانع لا يدخله في الصوفية. قال فأما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما مما يليق بالصوفية تعاطيها، فإذا تعاطاها لكن لا في حانوت، يعني واحد يبيع الورق
لكن من غير أن يفتح إيه دكان أو يشتغل بالخياطة، يعني بيع الورق والخياطة ممكن الصوفي يعمل مثلا بها في بيته، ما عندوش محل يعني. قال فإذا تعاطاها أي الخياطة وبيع الورق لا في حانوت ولا على جهة اكتساب وحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق، يعني له أن يأخذ من وقف الصوفية أو الصدقة للصوفي. وكان ذلك ينجبر بمساكنته إياهم مع بقية الصفات، لأنه طبعا يعمل في بيته ما عندوش إيه دكان، إنما يعمل في بيته يبيع الورق أو يخيط. قال وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة لا تمنع، هو يعني يقدر على الحرفة ولكنه لا يعمل وإنما يتفرغ كأهل الصفة الذين كانوا متفرغين للعلم والجهاد في سبيل الله والعبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الوعظ والتدريس فلا ينافس ما التصوف إذا وجدت فيه بقية الخصال من الزي والسكن والفقر والصلاح، إذ لا يتناقض أن يقال صوفي مقرئ، أي صوفي فقيه يعني، وصوفي واعظ، وصوفي عالم، وصوفي مدرس، لكن يتناقض أن يقال صوفي تاجر دهقان أو صوفي عامل يعمل بالحرفة لأنه ليس متفرغا. قال وأما الفقر فإن زال بغنى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصيته الصوفية، يعني إذا زال فقره بغنى ظاهر، يعني من رآه يقول هذا رجل غني، خلاص يبقى زال عنه وصف الفقر، يبقى لا يستحق الوقف للصوفي لأنه غني ينسب إلى الغنى الظاهر. قال فلا يجوز أخذ وصية الصوفية، كل ده علشان هل هو يستحق أو لا، يعني دي زي مسألة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالذي يملك قوت عامه وزيادة عليه يبقى لا يأخذ من الزكاة، فنفس الحال في الوصية والوقف، يعني الواقف يريد وصفا معينا من زال عنه الوصف لا يستحق، ده ملخص المسألة يعني. فالذي يغنى ويصير غنيا يبقى خرج من وقف الصوفية فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية، وإن كان له مال ولا يفي دخله بخرجه لم يبطل حقه، يعني له مال لكنه قليل يعني لا يفي باحتياجاته، يبقى ما زال الفقر إيه موجودا معه. وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة، يعني يملك دون إيه دون النصاب، فالذي يملك دون النصاب يعد إيه من الفقراء، وإن لم يكن له إيه خرج أو خراج، يعني ملهوش حاجة إيه يصرف منها يعني. قال وهذه أمور لا دليل عليها إلا العادات، العادة جرت بأن الذي لا يملك
يعني مثلا ما يفي باحتياجاته واحتياجات أهله يعد من الايه من الفقراء. قال وأما المخالطة والمساكنة أي السكن معهم فلها أثر، ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو في مسجد على زيهم ومتخلق بأخلاقهم فهو شريك في سهمهم، وكان ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزي. يعني هو لابس لباس الفقراء لباس الصوفية، ولكن كل الصفات من الصلاح والفقر وقلة الحرفة منطبقة عليه، ولكن لكنه لا يخالطهم، يعني هو متحقق بالأوصاف ولكن في بيته، أو يخالطهم في المسجد مثلا، يبقى هنا يستحق هذا الوقف. ليه؟ لأن الأوصاف موجودة فيه حتى وإن لم يخالطهم، فيكفي أنه على الأوصاف المتحققة فيهم، والزي يلبسه كزيهم، يعني ثيابه كثيابه. فالمخالطة هنا مجبورة، المخالطة معهم في منازلهم في الخانقاء مجبورة بالزي والصفات الأخرى المتحققة فيه. قال فهو شريك في سهمهم، وكان ترك المخالطة يجبرها الزي. قال فإن لم يكن على زيهم ووجد فيه بقية الصفات فلا يستحق إلا إذا كان مساكنا لهم في الرباط. يعني المساكنة تجبر، إذا كان معه بقية تجبر الزي، والزي يجبر المساكنة إذا كان فيه بقية الصفات. قال فينسحب عليه حكمهم بالتبعية، فالمخالطة والزي ينوب كل واحد منهما عن الآخر، يعني السكن معهم مع بقية الصفات يبقى أصبح منهم يستحق. لا يخالطهم ولكن أوصافه كأوصافهم ويلبس زيهم يستحق. هذه ملخص الايه المسألة. قال مسألة ما وقف على رباط الصوفية وسكانه، الرباط والخانقاه والخلوة كله معنى واحد. ما وقف على رباط الصوفية وسكانه فالأمر فيه واسع أو أوسع مما أوصي لهم به، لأن معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم. خلي بالك هناك أوقف على الصوفية، أوقف على رجال معينين، لكن قال أوقفت هذا على الرباط، يبقى على مصالح الرباط ولا يعنيه الموجود فيه. خلي بالك بيقول إيه، لأن معنى الوقف الصرف إلى مصالحهم أي مصالح الرباط، ومنه الذين يسكنون إيه داخل الرباط. قال فلغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم على مائدتهم مرة أو مرتين، فإن أمر الأطعمة مبناه على التسامح. شوف الدقة، دقة الوقف، يعني فرق بين الوقف على الرباط رباط الصوفية والوقف على الصوفي. ده شخص وده مكان.
يقول أن الوقف على الرباط أوسع في التصرف من الوقف على الشخص اللي هو الموصوف بصفات معينة. ولذلك غير الصوفي لو دخل الرباط وحضر الغداء حضر العشاء له قال إيه أن يأكل معه وإن لم يكن صوفيا، لأنه ده موقوف على مصالح الرباط. ومن ضمن المصالح الوافد على الرباط، جاء واحد جاي يزور واحد ومد الغداء مد العشاء يأكل معه، لأن أمر الأطعمة قال مبناه على التسامح حتى جاز الانفراد بها في الغنائم المشتركة اللي هو الطعام. يعني ما تكون في غنيمة مشتركة بين الجيش، يعني لو واحد أخذ طعاما وانفرد به وأكل لا شيء، لأن أمر الطعام مبني على المسامح. قال وللقوال أن يأكل معهم في دعوتهم من ذلك الوقف. القوال اللي هو إيه؟ اللي هو المداح، يقال له القوال. قال وكان ذلك من مصالح معايشهم. قال وما أوصي به للصوفية هناك في المسألة الأولى، قال لا يجوز أن يصرف إلى القوال، لأن القوال ممكن تكون مهنته أنه يقول ويمدح وينشد وليس صوفيا، ولذلك لا يستحق الوقف على الصوفي. لكن هنا إذا كان الوقف على الرباط قال القوال من مصالح الرباط فيأكل معهم. قال وما أوصي به للصوفية لا يجوز أن يصرف إلى قوال الصوفية بخلاف الوقف. وكذلك من أحضروه من العمال والتجار والقضاة والفقهاء ممن لهم غرض في استمالة قلوبهم يحل لهم الأكل برضاهم. يعني الجماعة الذين يسكنون الرباط، واحد من العمال جاء مثلا استأجروه يعمل شيئا، أو تاجر جاء يبيع لهم شيئا، أو قاضي جاء يفصل في قضية بينهم، أو فقيه يعطيهم مثلا درسا، له أن يأكل من وقف الرباط، أن كل ذا داخل فين؟ في المصالح، مصالح الرباط. قال فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية، يعني هو يوقف عليهم وعلى ما يتبعهم من مصالح. قال فينزل على العرف، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما هي القاعدة الفقهية. قال ولكن ليس هذا على الدوام، فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن يسكن معهم على الدوام في الرباط ويأكل باستمرار يعني، وإن رضوا به. ليه؟ لأن الذي يسكن الرباط لابد أن يكون صوفيا، لكن ما يخص حكم الصوفي في التبعية إلا إذا كان من مصالح الرباط زي العامل والتاجر والقوال والفقيه والقارئ، إذ ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم. يعني هؤلاء اللي احنا ذكرناهم ما يدوموش في الايه؟ في السكن والأكل، إنما هم تابعون للمصالح.
قال أما الفقيه إذا كان على زيهم وأخلاقهم، يعني توافرت فيه الشروط من الصلاح ولبس الخرقة والسكن والفقر، يبقى خلاص ده أصبح إيه؟ أصبح صوفي، فقيها صوفيا. قال فله النزول عليهم، وكونه فقيها لا ينافي كونه صوفيا. ده طبعا ده أنه ده الأصل، الأصل أن يكون الصوفي فقيها ولا يكون جاهلا. قال والجهل ليس بشرط في التصوف عند من يعرف التصوف. قال ولا يلتفت إلى خرافات بعض الحمقى بقولهم إن العلم حجاب، فإن الجهل هو الحجاب. خلي بالك بينبه على نقطة مهمة هنا في التصوف، منتشرة طبعا في زماننا هذا هنا، يعني أحيانا أهل الجهل تلقاهم يحتقرون أهل العلم، يقول لك يا عم ده العالم ده محجوب. فالشيخ أبو حامد بيقول لهم لا، ده الجاهل هو المحجوب، مش العالم هو المحجوب. يقول لك العلم حجاب. كيف العلم حجاب؟ العلم هو الموصل إلى الله ولا الجهل هو الموصل إلى الله؟ لأن ده كلام يعني يضاد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى العلم حجاب إزاي؟ عايز يقول أن الفقيه المتصوف الذي تحققت فيه يعني بقية الصفات من الفقر والصلاح والزي والمساكنة، يبقى كده أصبح داخلا في عداد الصوفية. قال ولا يلتفت إلى خرافات بعض الحمقى بقولهم إن العلم حجاب، فإن الجهل هو الحجاب. وقد ذكرنا تأويل هذه الكلمة في كتاب العلم، وأن الحجاب قال هو العلم المذموم دون المحمود، وذكرنا المحمود والمذموم وشرحهما هناك في كتاب العلم. فالعلم الذي هو الحجاب ده العلم المذموم الذي يقصد به صاحبه الرياء والسمعة وطلب الدنيا، وده حتى يعني معمول باب مترجم له في كتب السنة اللي هو باب الإخلاص في طلب العلم، عشان الحديث طبعا من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف به وجوه الناس إليه فأدخله الله به النار. هو ذا العلم المذموم اللي هو صاحبه فاسد النية، فاسد النية، فده العلم المذموم ده هو ذا العلم اللي هو حجاب. لكن العلم المحمود اللي هو يقصد به وجه الله ويقصد به نفع العباد ونفع النفس، ده علم محمود يوصل إلى الله تعالى. قال وأما الفقيه إذا لم يكن على زيهم، أي لا يلبس زي الصوفية ولا على أخلاقهم، فلهم منعه من النزول عليهم، يمنع. قال فإن رضوا بنزوله فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية، يعني مرة أو اثنين، لأنه من ضمن مصالح الإيه؟ الرباط. فكأن عدم الزي تجبره المساكنة ولكن برضا أهل الزي. وهذه أمور تشهد لها العادات وفيها أمور متقابلة لا يخفى أطرافها في النفي والإثبات ومتشابه أوساطها، فمن احترز في مواضع الاشتباه فقد استبرأ لدينه،
كما نبهنا عليه في أبواب الشبهات. يعني أي واحد يحس إن هو لا ينطبق عليه شروط الصوفية يبقى ليس له أن يأكل إيه معهم حتى ولو بطريقة التبعية. بعدين عاد الشيخ تكلم عن إيه، مسألة الفرق بين الرشوة والهدية من ضمن المسائل التي يكثر السؤال عنها، حتى الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله عليه عنده ايه رساله صغيره كده، الفرق بين الرشوه والهديه. بالنسبه للتصوف كانت طرق متعدده، اي مستوفيه للشروط كلها راس المال، اي طريقه طرق كثيره وقت الحال. لا ما هي طبعا أهم شيء في الطريق، أهم شيء في الطريق اللي هو إيه، يعني شعار العلم زي ما قال مولانا الشيخ صالح كده، طريقي هو القرآن والعلم والتقى ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد ضلال، لأن دي أركان الطريق الصوفي عموما مش طريقة واحدة، لا هو كلمة الطريق الصوفي. ولذلك الشيخ عبد الهاب الشعراني عنده كتاب اسمه ايه، الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، متكلم فيه في أبوابه عن عقيدة الصوفية وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، دي أول حاجة. اثنين، آداب الشيخ في نفسه، يعني شروط الشيخ، الشروط التي يجب توافرها في من يتولى الإرشاد، وأدب المريد معه، أدب المريد مع شيخه، أدب المريد مع نفسه، أدب المريد مع الله تعالى، أدب المريد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب المريد مع عامة المسلمين، دي اسمها قواعد التصوف. أي طريق لا ينطبق عليها هذا الكتاب وما في الكتاب تبقى خارج التصوف، حتى وإن كتب يعني لافتة عريضة وإن هو إيه صوفي. فاللي تنطبق عليه الشروط يبقى هنا على الصراط المستقيم والمنهج الصوفي المستقيم، اللي ما تنطبقش عليه الشروط يبقى ده إيه بعيد عن التصوف قولا واحدا. يعني مثلا لابد الأذكار اللي بتذكر تكون يعني مستمدة من القرآن والسنة ومعانيها، تكونش خارجة. النطق مثلا بالحروف الأسماء، يعني الحروف تنطق صحيحة في نطق الأسماء، أسماء الله الحسنى، لما الإنسان يذكر الله لابد أن يذكره ذكرا صحيحا من غير تحريف، لأن القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يبقى لابد أن ينطق الحرف نطقا صحيحا. لكن في مجالس كثيرة جدا مثلا في الطرق يعني متعرفش بيقولوا إيه، يعني يذكرون الله تعالى ذكرا ليس له أي معنى، طلاسم، يقول لك لا تعترض فتنطرد ويقفل عليك الباب، ها؟ لا ده اللي تقفل عليه الباب أحسن منكم، بابين مفتوح، أنت عندكم باب مفتوح أصلا عشان يتقفل، الباب مغلق أصلا، ده من باب التهويش على الناس يعني. فالطريق واضح جدا جدا يعني، أصل الطريق يعني النبي عليه السلام سيدنا جبريل سأله ثلاث أسئلة، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، ثم قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. الشيخ عبد الرحيم القنائي قال إيه، التصوف
ليس ركنا من أركان الإسلام، وإنما التصوف ركن من أركان الدين، ركن من أركان الدين. أركان الدين ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. بس فمن تحقق بالإسلام والإيمان والإحسان هذا هو الإيه؟ المسلم الصوفي. المسلم الصوفي. فهنا بيقول في المسألة دي سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية، مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا. يعني المهدي، خلي بالك، المهدي بيعطي برضا، والراشي يعطي برضا، مفيش فرق. يعني عايز يقول يعني ايه؟ انه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. فهنا في اشتباه بين الرشوة والهدية. الجامع بينهما ايه؟ الاعطاء برضا. يعني محدش لوى دراع حد وخد من المهدي، بيعطي بطيب نفس، والراشي بيعطي بطيب نفس. بيقول ولا يخلو عن غرض برضه. يعني المهدي يعطي لغرض، تهادوا تحابوا كما قال عليه الصلاة والسلام، والراشي يعطي لغرض علشان تقضى حوائجه ومصالحه. فكل واحد منهما من الراشي والمهدي يعطي برضا ويعطي لغرض، يجتمعان في شيئين. قال وقد حرمت إحداهما دون الأخرى. وقد حرمت إحداهما دون الأخرى، الرشوة محرمة والهدية مستحبة ومرغب فيها. فشوف عاد الشيخ عشان هو رجل أصولي فقيه كبير، فقلت شيخ أبو حامد يقول بازل المال، أي بازل مال لا يبذله قط إلا لغرض. يعني ما حدش يطلع حاجة من جيبه إلا إيه؟ لغرض. ولكن الغرض إما آجل كالثواب، يعني مؤجل للآخرة، زي الصدقة، الواحد بيطلع إيه؟ صدقة يقصد بها الآجل، يعني يقصد بها الثواب المؤجل عند الله. وإما عاجل، ثواب عاجل يعني قضاء مصلحة في الدنيا، والعاجل اللي هو المعجل في الدنيا يعني إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين، كما في الرشوة. يعني واحد إيه عايز يقضي مصلحة من واحد موظف، فهو إيه بيديه الرشوة لأجل هذا الفعل عشان مقصود معين، عايز يقضي مصلحة. قال وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته، كما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. يعني واحد بيقصد المحبة، يدي واحد هدية علشان يعني يربط قلبه بقلبه. قال إما للمحبة في عينها، وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها. يعني إما لذات المحبة وإما لما وراء المحبة، حاجة تانية يعني. شوف فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة. شوف الفقه عادي
بيفصص كده ايه ويشقق في المسائل ويعرفك بحيث ايه يحيط بالمسألة من جميع جوانبها. وهكذا يعني العالم الغزير العلم. الأمر الأول أو الغرض الأول من بذل المال ما غرضه الثواب في الآخرة، وذلك إما أن يكون لكون المصروف إليه محتاجا، يعني كالصدقة على الفقير، أنت بتعطي الفقير صدقة لأجل الثواب المؤجل عند الله، لكون المصروف إليه محتاجا أو عالما، يعني تعطيه لكونه عالما أو منتسبا بنسب ديني أو منتسبا بنسب ديني، يعني هو ينسب إلى الإيه؟ الصلاح والتقوى، أو صالحا في نفسه متدينا، يعني رجل فقير لكنه صالح متدين، فأنت تريد يعني أن تفرغه للعبادة. قال: فما علم الآخذ أنه يعطاه لحاجته لا يحل له أخذه إن لم يكن محتاجا. يعني لو أنا هتصدق على واحد لكونه محتاجا، أنا ظننت أنه محتاج لظاهره، أتريه هو مثلا مش مهتم بمظهره فهو من الأغنياء، هو يعلم أنه إيه؟ غني وليس محتاجا، فنديته لا يحل له أن يأخذ، لأن أنا أقصد الفقر والاحتياج، أتري هو إيه؟ من الأغنياء، يبقى هو عرف قصدي، المفروض ما يأخذش، يقول أنا الحمد لله لست محتاجا أعطيها لغيري. زي الرجل اللي في الحديث رواية الإمام مسلم، لما الرجل خرج ثلاث مرات ثلاث ليالي ورا بعض، قال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فبالليل طبعا قابل واحد اداها له تريد غني، بس هو طبعا خطأ ومشى. قال: فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد على غني. هو كان يقصد المحتاج، وقعت في يدي غير محتاج. قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يدي سارق حرام. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. قال: اللهم لك الحمد على سارق. هو يقصد الاجتهاد. بعدين في الليلة الثالثة قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت في يدي زانية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زانية. عايز يقول أنا اجتهدت في إعطاء الصدقة في مكانها محلها، لكن وقعت في غير محلها، لكنه حمد الله على إيه؟ على هذه المصيبة. هذه مصيبة. قال: فأرسل الله إليه ملكا. هذا كان في الأمم السابقة الكلام ده. فأرسل الله إليه ملكا في صورة رجل، قال له: إن الله قد قبل صدقتك، أما صدقتك على
غني فلعله أن يقتدي بك. وأما صدقتك على سارق فلعله أن يتوب عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. ده دليل على أنه إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المهم أن الله قبل إيه؟ صدقته، لأنه اجتهد وخرج بالليل فوقعت الصدقة في غير إيه؟ موضعه. المفروض الحرامي ما يخدش، الغني ما يخدش، الزانية التي تأكل بفرجها لا تأخذ، لأن الثلاثة غير إيه؟ غير محتاجين. فالمفروض الذي لا تحل له الصدقة لا يأخذه، إن عرضت عليه يقول أنا الحمد لله ربنا إيه غنيني مش عايز. قال وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه لا يحل له إن علم أنه كاذب في دعوى النسب. يعني واحد أنت تظنه شريفا تقول له أنت من أهل البيت فأنا أريد أن أعطيك هذه الصدقة أو هذه الهدية، فالمفروض طبعا إذا كان هو الرجل ظنه شريفا لكن هو غير شريف، غير شريف النسب، يعني المفروض يعترف له ويقول له أنا لا أستحق هذه الصدقة، أنك تقصد الشريف وأنا لست بشريف. ما هي نية المتصدق هي التي حددت هذا. يبقى ما دام الظن في غير محله يبقى ده مال المفروض ما ياخذوش. قال وما يعطى لعلمه، يعني واحد اراد ان يهدي لعالم فلا يحل له ان ياخذه الا ان يكون في العلم كما يعتقده المعطي. يعني واحد أراد أن يهدي لعالم مثلا هدية لظنه أنه يعني عالم كبير وهو ليس كذلك، فالمفروض طبعا يعرف من ظنه أنه يعني يعطي الكاملة في العلم أو الصالحة في العلم، هو يعرف من نفسه أنه ليس كذلك فالمفروض لا يأخذ. قال فإن كان خيل إليه اللي هو المعطي يعني كمالا في العلم حتى بعثه ذلك على التقرب ولم يكن كاملا اللي هو المعطى لم يحل له أن يعطي أن يأخذ. قال وما يعطى لدينه وصلاحه، يعني واحد عايز يهدي واحد لكونه دينا صالحا لا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقا في الباطن، فسقا لو علمه المعطي ما أعطاه. يعني واحد في ظاهره أنه متدين يروح البيت بيشرب الحشيش ويشرب الخمر ويأخذ مثلا رشوة مقنعة مثلا، كثير جدا من الناس يعني تجد يعني يأتي إلى المسجد ويخرج ويدخل والسبحة والنوافل فالناس يظنونه صالح. يجي واحد يجي يعطيه هدية لصلاحه وتقواه وهو عارف نفسه أنه في البيت أو في العمل بيعمل أشياء خفية لو اطلع عليها المعطي ما أعطاه وربما ضربه لو عرف، يبقى المفروض المعطى لا يأخذ. بيقول
وقلما يكون الصالح، بحيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه، وإنما ستر الله الجميل سبحانه وتعالى هو الذي يحبب الخلق إلى الخلق. وكان المتورعون أهل الورع يوكلون في الشراء من لا يعرف أنه وكيلهم، قال حتى لا يتسامحوا في المبيع خيفة من أن يكون ذلك أكلا بالدين، قال فإن ذلك خطر، قال والتقى خفي. يعني كل واحد عارف نفسه أنه لو يعمل معاصية، لو كشف للمعطي أنه يعمل كذا وكذا ما أعطاه، المفروض واجب عليه لا يأخذ. ليه؟ لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستحق ذلك، لأن الرجل يظن به الخير وهو ليس فيه خير. قال ولذلك كان يعني أهل الورع من العلماء، قال كانوا يعني يوكلون في الشراء لهم من لا يعرف أنه يشتري لهم حتى لا يأكلوا بالدين. قال والتقى طبعا أمر خفي، لأن دي معاملة مع الله في السر، يعني ليست كالعلم. العلم قد يكون ظاهرا، والنسب والفقر كل ده قد يظهر، لكن التقوى دي لا تظهر، أمر باطني لا يعلم. كالفقير مثلا، قال فينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أمكن. يعني الإنسان لو أعطي شيئا لصلاحه وتقواه لا يقبله، يعني يظن بنفسه سوءا. قال القسم الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين. يبقى القسم الأول ما يقصد به الثواب المؤجل عند الله تعالى، القسم الثاني ما يقصد به في العاجل في الدنيا يعني غرض معين. كالفقير مثلا يهدي إلى الغني طمعا في خلعته، فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها، يعني يسموها هبة الثواب، هذه جائزة شرعا. يعني فقير يهدي للغني علشان الغني يهدي إليه، طبعا هيهدي إليه لا شك، بس كل واحد يهدي على قدره، الفقير يعطيه هدية على قدره والغني يرد إليه ثواب الهدية على قدره. قال فهذه هبة اسمها هبة الثواب، هبة الثواب، بس الثواب إيه؟ العاجل في الدنيا لا يخفى حكمه، وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه. لكن افرض عادل الغني ده بخيل وخاد الايه الهدية من الفقير ومرضيش يردها، يبقى كده وقع في الحرام، لأنه مش معقول الفقير هيهدي للغني هبة لوجه الله تعالى، هو يقصد المحبة يعني، لا هو يقصد أن يرد إليه الغني مثلها وأحسن منها وأكثر، لكن دوكها إيه شفطها وسكت. ها؟
فهنا لا تحل دي، لأنه دي مقصود بها إيه؟ الثواب العاجل. لأنه في واحد بخيل يحب أن يهدى إليه ولا يهدي كثير أهو كده. وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود. يعني العلماء يقولوا ما يجب في البيع يجب في هبة الثواب. يعني لازم، ما فيش واحد يهدي الواحد مثلا زمارة أو صفارة أو موسيقى من الأشياء التي لا ينتفع بها لأنها لا يصلح بيعه، أو يهدي له خمرا أو خنزيرا، أو يهدي له مثلا عبدا آبقا أو بعيرا شاردا. كل الشروط اللي تنطبق على البيع تنطبق على هبة الإيه؟ الثواب. قال الأمر الثالث أن يكون المراد في بذل المال إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده. قال فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال، فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب، فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره. قال حرم الأخذ، حرم إيه؟ حرم الأخذ. ليه؟ لأنه يقول العلماء هدايا الأمراء غلول، لأنه في الغالب أنه الهدايا دي تبقى لغرض إيه؟ لغرض معين، هو مش قادر يصل إليه بنفسه، هيصل إليه عن طريق الحاكم أو وكيل الحاكم أو حاشية الحاكم، زي الناس اللي هو إيه؟ عايزين يقضوا مصالحهم في المصالح الحكومية. وقد تكون هذه المصالح يعني لا تجوز قانونا، فيجي يعطي الموظف الرشوة علشان يتجاوز هذا القانون، أو يلف لفة بعيدة مثلا ويقضي له هذه الحاجة. هذا غرض خبيث، هذا يقول هذا لا يجوز. وورد فيها الحديث اللي هو لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة بينهما، وقال كلهم سواء في الاسم. يعني قال وإن كان واجبا، يعني هناك سعي في حرام لكن هنا عادي في أمر واجب عاد. وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة، قال فيحرم عليه ما يأخذه. يعني الحاكم يجب عليه أن يمنع هذا الظلم عن هذا الشخص بنفسه، ما ينفعش يأخذ فلوس عشان يدفع عنه هذا الظلم، لأنه ده أمر متعين عليه لابد أن يقوم إيه؟ لابد أن يقوم به. فأي شيء واجب على الحاكم أن يبذله للمواطن حتى ولو كان دفع ظلم عنه يجب عليه أن إيه؟ يجب عليه أن يدفعه عنه، لكن لو أخذ مالا
ليدفع عنه الظلم يبقى حرام، وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه، أو شهادة متعينة، يعني الشاهد مثلا اللي يجب عليه أن يبذل الشهادة، لو أخذ على الشهادة مالا وإلا كتم يبقى هذا المال إيه؟ حرام، لأنه يجب عليه أن يشهد، يقول له طب إيه قبضني عشان أشهد لك، أما أنت عارف أن أنا صاحب حق، فده يتعين عليه أن يقول الحق ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم، لكن هو يكتم الشهادة ليأخذ المال، فده طبعا يبقى يحرم إعطاؤه ويحرم قبوله لو حد أعطاه. قال وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول إيه؟ هدايا الأمراء غلول، غلول يعني خيانة. ليه؟ لأن هو يجب عليه أن يحق الحق ويبطل الباطل، يجب عليه ذلك، يعني إن كان مظلوم ينصفه، وإن كان ظالما يرده عن ظلمه، فإذا قبل من الظالم شيئا هذه رشوة، وإن قبل من المظلوم شيئا ليدفع عنه ظلم برضه هذه رشوة، لأنه ده أمر واجب عليه، واجب عليه أنه يرد الظلم عن المظلوم، وأن يأتي للمظلوم بحقه، وأن يحجز الظالم عن ظلمه. دي فائدة الإيه؟ فائدة الحاكم، والموظف يعتبر نائب عن الحاكم لأنه بيطبق اللوائح والقوانين. قال وإن كان مباحا لا واجبا ولا حراما، وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه، فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض، وهو جار مجرى الجعالة. طبعا هو بيتكلم عن المحاماة، دي بعيدة عن الموظفين، خلي بالك لحسن واحد يفكر إنه دي من الأشياء الجائزة للموظف، لا، ده بيتكلم اللي قال عليها الشيخ الدردير رضي الله عنه، قال يعني من له جاه عند السلطان، له جاه مش موظف، ولا يقدر صاحب الحق أن يصل إلى هذا الحق إلا به، فيجوز أن يأخذ صاحب الجاه مالا على ذلك ليأتي لصاحب الحق بالحق. قال ده بمنزلة الجعالة، الجعالة اللي هي المقاولة، يقول له هات لي حقي وخذ مثلا 1000 جنيه مثلا، فدوكها له طبعا جاه عند السلطان، يقدر إيه يأتي له بحقه بالقانون، زي المحامي اللي هو إيه يحق الحق ويبطل الباطل. أيوه. ولذلك قال إن كان مباحا لا واجبا ولا حراما، وكان فيه تعب بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه، فما يأخذه حلال مهما وفى بالغرض، بشرط يعني أن يوفي بالغرض، لكن إذا لم يوفي بالغرض يبقى لا يأخذ شيئا، يعني افرض القضية سقطت يأخذ ما يأخذ إيه؟ لا يأخذ أجرة، كقوله أوصل هذه القصة إلى يد فلان أو يد السلطان ولك دينار، وكان بحيث يحتاج إلى تعب وعمل متقوم، أو قال اقترح على فلان أن يعينني في غرضي كذا،
أو ينعم علي بكذا، وافتقر في تنجيز غرضه إلى كلام طويل، فذلك بجعل، كما يأخذه الوكيل بالخصومة بين يدي القاضي اللي هو أجرة المحاماة. فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام. لكن واحد قاتل يقول هات 1,000,000 جنيه وطلعك براءة، يبقى كده بيسعى فيه في الحرام. واحد حشاش عليه قضية يقول له هات 500,000 وأنا أطلعك براءة، وهكذا زي ما بيعملوا إيه يعني السماعين للكذب الأكلين للسحت، هم إيه المحامون الذين لا يلتزمون بإيه بأوامر الشريعة. بيقول فليس بحرام إذا كان لا يسعى في حرام، وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها. يعني حتى المحامي ده لو زي اللي بي مثلا بيتكلم في حقوق مثلا اليتيم، في حق الحاضنة، في حق المرأة المطلقة، طبعا هي كلمة واحدة مثلا، يعني المحامي بيتكلمش كتير في القضايا اللي هي الثابتة دي، قضايا الأحوال الشخصية دي، لكن هو وكيل في الخصومة على أي حال، يعني لأنه ما حدش يقدر يتكلم ويخش المحكمة إلا هذا. مش هيجيب واحد من الشارع ويقول له تعالى تقضى عني مثلا. قال وإن كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها، ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه، أو تلك الفعلة من ذي الجاه تفيد. لكن لو واحد جاء من بره ما ينفعش. نكتفي بهذا القدر، وعشان نقرأ الختم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، نرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.